5 years ago an industrial engineer deposited $10,000 into an account and left it undisturbed till now. Oh, until now. يعني من 5 سنين حط 10,000. بيقول the account is now worth $25,000. يبقى الوقت ال actual 25 من 5 سنين حط 10,000. في المطلوب ايه؟ بيقول لي what was the overall rate of return during the 5 years. هو احنا عندنا اف دلوقتي موجود وعندنا البي موجود والاي مطلوبه والان موجوده بخمسه، يعني دي بخمسه 10,000 وصارت 25,000. يبقى الاي 25,000 يساوي 10 في 1 زائد المجهول بتاعنا أس 5 والشيفت سول، بدخل مثلا بوينت 1 بوينت 2 حاجة كده، بوينت حاجة زي الآيات العادية 10 20 طلع 20.1% بحيث يسرع الحل. طيب بيقول لي if the inflation over that period was 4% per year what was the real rate of return. عايز الاي داش، الاي داش يعني الاي الحقيقية اللي كسبها المهندس الصناعي ده. هقول 1 زائد i على 1 زائد f ناقص 1، لان في جزء متاكل في الانفليشن، فدي 0.2011 والانفليشن قال لي 4%، فيبقى 1 زائد الانسر تقسيم 1.04 ناقص 1. طلع الآية الحقيقية اللي خدها صاحبنا 15.5%. طب والباقي راح فين؟ اتاكل في الانفليشن الحمد لله، غلاء الأسعار يعني. طيب بيقول لي what is the buying power أو purchasing power of the 25,000 now compared to the buying power 5 years ago. يعني من دلوقتي 25 الحاليين اللي هم الاكتشوال في ايديا، هل يساوي نفس قوتهم من 5 سنين ولا اكثر ولا اقل؟ طبعا اقل، كونستانت، بنحول من اكتشوال لكونستانت باستخدام الاف، لكن من الاكتشوال لاكتشوال عشان حطيت فلوس في البنك ده غلاء اسعار. يعني ال 25,000 دلوقتي قوتهم كام من 5 سنين؟ ده بقى غلاء اسعار. كانوا كام في البنك من 5 سنين؟ ده الاي هنا 5 وهنا 0.04 والحين هم من 25,000، فمن 5 سنين اكيد كانوا اقل. 25,000 على 1.04 اس 5، فكان قوتهم في الشراء الكونستانت اللي من 5 سنين كانوا 20,548 دولار.